تبارك إلهنا كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين آمين. كان في سؤال من إحدى الأخوات إنه هل كل ترجمات الكتاب المقدس دقيقة؟ طبعا الجواب المفصل بيأخذ وقت كتير. وقبل الرد خلينا نقول ما يلي، إنه الكنيسة والعلم لا يعترفان بالترجمات، لأنه زي مثلا واحد بده يدرس أبو فراس الحمداني مش راح يدرسه باللغة الإنجليزية، واحد بده يتخصص في شكسبير مش راح يدرس الترجمة الفرنسية لمؤلفات شكسبير منها هاملت وغيره. إذن الكنيسة والعلم لوين بترجع؟ للأصل ولا للنقل؟ للأصل. وحتى تفهم أكثر الأصل تعود أحياناً إلى ما يسمى بالفيرجنز. فيرجنز يعني الترجمات القديمة جداً. هذا شيء مهم نحكيه على أساس إنه الكتاب المقدس له ثبوتية. فيش كتاب في العالم القديم ثابت، خلينا نحكي على الأقل حتى القرن السابع الميلادي أو السادس الميلادي، زي هل 27 كتيب اللي بين إيدي اللي هو العهد الجديد باليوناني. فيش كتاب موثق زيه، فيش عدد من المخطوطات والتطابق بين المخطوطات زي العهد الجديد. إذا بدنا نأخذ العهد الجديد والقديم بظن عنا ما لا يقل عن 24,000 مخطوطة، التطابق بينها هو مذهل. الآن نيجي للترجمات. ترجمات بالعربي، مع أنه زي ما حكينا الكنيسة والعلم لا تستند إلى الترجمات، تستند إلى الأصل. بس لإيش إحنا بحاجة للترجمة؟ عشان الناس. مش راح نطلب من كل الناس إنه يتعلموا ثلاث لغات قديمة اللي هي عبري أرامي ويوناني قديم. عشان هيك العلماء الكنائس تعمل ترجمات. كل هاي الترجمات غير رسمية، وكمان بالعالم الإسلامي بسموها تفسيرية، ترجمات تفسيرية لا تغني عن الأصل. عندنا مثل بسيط، في الترجمة اللي عملها الهولندي فان دايك، هو مستشرق كبير، وهو اللي عمل الترجمة المعروفة، الترجمة البروتستانتية للكتاب المقدس بالعربي. خلينا ناخذ مثل واحد. في كلمة باليوناني بارادوسيس. بارادوسيس يعني تقليد، سنة. أحياناً كلمة بارادوسيس تشير إلى تقاليد يهودية. مثلاً في إنجيل متى، عفواً في إنجيل مرقس الفصل السابع، القديس مرقس بقولنا إنه اليهود كانوا يغسلون أيديهم، يعني الوضوء، حسب سنة الشيوخ، حسب تقليد الشيوخ، بارادوسيس. نطلع على ترجمة فان دايك منلاقي مكتوب تقليد الشيوخ. حلو. في رسالة ماربولوس إلى أهل غلاطيا فصل واحد آية 13 وتابع، ماربولوس بيحكي عن حاله لما كان يهودي. بيقول إنه كان متفوق على زملائه في المحافظة، يعني زي ما اليهود بيقولوا اليوم شومير ميتسفوت، في المحافظة على تقاليد آبائه.
خلينا نشوف هون، بقول كاثي بيرفولين: أنا اضطهدت الكنيسة وكنت أكثر غيرة تون باتريكون مو باراذوسيون، أكثر غيرة من زملائي على إيش؟ تون باتريكون مو باراذوسيون، على تقاليد آبائي. أني تقاليد يهودية ولا مسيحية؟ يهودية. في ترجمة فان دايك شو بتلاقي؟ بتلاقي تقاليد آبائي، تقليدات آبائي. إذا لحد الآن ترجمة فان دايك تنقل بشكل صحيح نزيه كلمة باراذوسيس، تقليد سنة. هلا خلينا ناخذ نصوص أخرى فيها نفس كلمة تقليد، نفس كلمة باراذوسيس باليوناني، ولكن ما بتحكيش عن تقاليد يهودية، تحكي عن تقاليد رسولية مسيحية. ناخذ الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس فصل 11 آية 2، شو بقول فيها مار بولس؟ بقول: أمدحكم لأنكم تذكرونني في كل حين، كي كاثوس فاريدو كائمين تس باراذوسيس كاتيخيتي، وتحافظون، هاي لاحظتوا كلمة باراذوسيس بالجمع باراذوسيس، وتحافظون على التقاليد، نفس الكلمة لا راحت ولا أجت، كما سلمتها إليكم. على فكرة بالآرامي مشلمنوتا معناها التقليد. ليش بسموه مشلمنوتا؟ لأنه يسلم للناس. هون تقاليد اللي سلمها مار بولس للناس تقاليد رسولية مسيحية ولا تقاليد يهودية؟ تقاليد مسيحية. بتطلع على ترجمة فان دايك هل بتلاقي كلمة تقاليد ولا بتلاقيها مغيرة؟ بغير تقاليد وإيش بحط؟ تعاليم. طيب ما هي نفس الكلمة باراذوسيس، ليش غيرها؟ لأنهم بيرفضوا تقاليد الكنيسة، بقول لك إحنا ماشيين بس على الكتاب المقدس. طيب الكتاب المقدس نفسه بيحكي عن تقاليد الرسل، تقاليد الكنيسة، ما هو يا بتبعوه يا مع الأسف إيش بغيروه، بخلوه هو يتبعهم. التقاليد اليهودية اليهودية قربوا عليها غيروها ولا خلوها زي ما هي؟ خلوها زي ما هي. منكمل نعطيكم مثل ثاني في الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيقي، أي تسالونيقي اليوم سالونيك عاصمة إقليم مقدونيا، الفصل الثاني آية 14. هلأ مرات تلاقوها 14 مرات تلاقوها 15 حسب الطبعات، بس النص هو نفسه. شوفوا شو مار بولس بيقول: تنين 14 ستيكتي كي كراتيتي تس باراذوسيس، يعني حافظوا ب، حافظوا على وتمسكوا ب باراذوسيس. شو يعني باراذوسيس؟ التقاليد. اوس اديداكتيتي ايتي ديالوغو ايتي دي ابيستوليس ايمون، التي تعلمتموها اما من كلامنا أو برسائلنا. إيه معناها هاي مار بولس بقولنا إنه بس ما تركنوش بس على اللي كتبنا لكم إياه بالرسائل، في أشياء حكينا لكم إياها إيه شفائيا، فأنتوا بالسماع بتحافظوا عليها. هاي عنا باراذوسيس، جمع باراذوسيس، هل تحافظ عليها هاي الترجمة ولا تحرفها؟ شو رأيكم؟ ما أنها تقاليد رسولية مسيحية.
بحرفوها وايش بحطوا بدالها؟ التعاليم. اغلبك هون الاخت تعطيني، لقيتي المراجع ولا لسه؟ اها طيب، اذا بتوصلي للرساله الثانيه الى اهل تسالونيقي الفصل الثالث هالمره، نروح هالمره على الفصل الثالث الايه السادسه عيدك الشمال، شو بنلاقي؟ هاي الفصل السادس الايه السادسه. فرنجيلو من ذا يمين أذلفين، يعني نرجوكم ايها الاخوه او ننبهكم إن أمتي تكريو يسوع خريستو باسم الرب يسوع المسيح. طيب ستيلس تيماس أبو باندوس أدلفو أكاتيوس بري باتوتوندوس كي مي كتا تيم بارادوسين الذي لا يسير حسب شو قلنا بارادوسيس التقليد الذي تسلمه منا. هنا قديش هناك من تسالونيك الثانية فصل ثلاثة آية ستة، يعني ننبهكم أيها الإخوة، معلش أنا نظري مش مساعدني، إنه تبتعدوا عن أي أخ لا يسير حسب التقليد الذي تسلمه منا احنا. تقليد مسيحي ولا يهودي؟ مسيحي. تقليد مسيحي. شو موجود عندكم هناك؟ بتلاقيش تقليد، ايش بتلاقوا؟ تعليم. تعليم. معلش بدي اطلب من الاخت تعطينا النص اللي بين ايديها هون، وحتى برضه الاخ ابو مايك كيف بتقرا بدون نظارات؟ مين اخ بيقرا لنا بدون نظارات؟ عربي؟ عربي، تفضل اخ ساهر حتى تشخص بال فجاه ما كان اعطيني هذا، انا بفكر على راحتي. يلا شوف هاي استمعت لك، هاي شو قلنا؟ الرساله الى، خلينا نشوف النصوص. طبعا انا شاطرت عليكم بالنص اليوناني بدون ما اشوف العربي، صح؟ هلا خلينا نتاكد ولا لا بابا؟ خلينا نتاكد. هي والكاميرا شغاله وانا عايط. طيب هي شو قلنا؟ الرساله الاولى، لا احنا بدينا بانجيل القديس مرقس الفصل السابع، اللي مرقس يوحنا مرقس الانجيلي بحكي لنا عن تقاليد اليهود في الوضوء، واللي بيستخدم كلمة بارادوسيس. خلينا نقرأها هون، تفضل اقرأ لنا من اولها حتى تسحب معنا، تفضل. اجتمع اليه الفريسيون، اغلبك ترفع صوتك. نعم. واجتمع اليه الفريسيون وقوم من الكتبة قادمين من اورشليم، ولما رأوا بعضا من تلاميذه يأكلون خبزا بأيدي دنسة، أي غير مغسولة، لاموا. احنا بنغسل ايدينا بس ما فيش خبز. طيب. لأن الفريسيين وكل اليهود إن لم يغسلوا أيديهم باعتبار، يعني الوضوء، لا يأكلون. متمسكين بتقاليد الشيوخ. متمسكين بإيه؟ تقاليد. شو باليوناني؟ بارادوسيس. أني تقاليد يهودية ولا مسيحية؟ يهودية. قربوا عليها ولا خلوها زي ما هي؟ قربوا عليها ولا خلوها زي ما هي؟ خلوها زي ما هي. طيب نيجي إلى غلاطيا، الرسالة إلى أهل غلاطيا فصل واحد آية 14. تفضل. مار بولس بحكي لنا عنه وقت ما كان شاول فريسي من جماعة المئة شعاريم وبني برك المضطهدين للمسيح والمسيحية. وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أتراك. وكنت أتقدم في الملة اليهودية، يعني كنت متفوق على زملائي. طيب. إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. في إيش؟ تقليدات أبائي. تقليدات، تقاليد، باراغوسيس. ظلت زي ما هي ولا تغيرت بابا؟ طيب نفتح الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس، هون ببدأ الطخ
لأنه بدنا نجد إنه في بالنص اليوناني تقاليد مسيحية رسولية. كورنثوس الأولى فصل 11 آية 2 على إيدك اليمين شمال طلعت على الشمال. طيب في طبعتي على تفضل. فامدحكم أيها الإخوة على أنكم تذكرونني في كل شيء وتحفظون التعليم كما سلمتها إليكم. وتحفظون إيه؟ تعليم. تعليم إيه هو بتاع إيه؟ شو لازم؟ التقاليد. التقاليد. ليش غيروها هون؟ لأنها مسيحية. تقاليد رسولي. معلش تعيد لنا الآية لطفا. فامدحكم أيها الإخوة على أنكم تذكرونني في كل شيء وتحفظون التعليم كما سلمتها إليكم. عاد في فعل سلمة. في فعل سلمة اللي منه جاي كلمة بارادوسيس. بارادوسيس التسليم يعني التقليد. عشانها تقاليد مسيحية رسولية. شو عملوا فيها إخواننا هدول اللي بدفعوا لنا فاتورة التلفون مرات؟ جابوا لنا صحن رز. وبغدونا صحن رز للي عمره ما شاف رز بحياته. بدل تقاليد إيه صار؟ تعاليم. تعاليم. طيب. نروح للرسالة الثانية إلى آل تسالونيقي الفصل الثاني آية 14. خليكم معنا لطفاً، خليكم معنا لأنه في كاميرا بتسجل. وقعدوا عاقلين. هاي حتى أنا بقعد عاقل. أنو صح؟ لا مش كورنثوس، تسالونيقي. نعم قبل تيموثاوس. أيوة بعد أفسوس بعد فيليبي بعد كولوس. طيب الرسالة الثانية فصل 2 آية 14 أو 15 لأنه في فرق بالترقيق. تفضل. الأمر الذي دعاكم إليه بإنجيلنا. 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 طيب. لاقتناء مجد ربنا يسوع المسيح. فاثبتوا إذن أيها الإخوة وتمسكوا بالتعاليم التي تعلمتموها سواء كان بالكلام أم برسالتنا. تمسكوا بإيه؟ تعاليم. نو 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 مش لازم تكون تعاليم. إيش لازم؟ تقاليد. قرأت لكم إياها باليوناني تقاليد. يهودية ولا مسيحية هاي التقاليد؟ مسيحية. خلاها ولا حذفها؟ حذف. شو حط بدالها؟ تعاليم. خلينا بنفس الرسالة فصل 3 آية 6 عيدك الشمال. ثم نوصيكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب. بلا ترتيب يعني نصكم. وليس حسب التعليم الذي أخذه منا. شيء ليس حسب؟ مش تعليم. شو شفنا من يوناني؟ خصوصي قصد زي ما لاحظتوا إنه أولاً أقرأ لكم النص من وين؟ الأصلي من اليوناني. وبعدين هاي الأخون قرأوا أمامنا باللغة العربية. ماذا نستنتج؟ خلينا نرجع الإطحية. ماذا نستنتج؟ إنه الترجمة البروتستانتية مع كل محبتنا واحترامنا تحافظ على التقاليد اليهودية وترفض التقاليد المسيحية الرسولية. هذا مثال على إيش؟ على ترجمة غير دقيقة. غير دقيقة وغير نزيهة. لأنه في كل المواقع هاي أني كلمة عندنا نفس الكلمة بارادوسيس تقابلها تراديشن بالإنجليزي يعني إيش؟ التقاليد أو السنة. تفضل. باللغة العربية مكتوب فيها كلمة تقاليد؟ طبعا. يعني كل الترجمات الكاثوليكية والأرثوذكسية مكتوب فيها تقاليد. طب أبونا كمان سؤال. أنا مثلا هذا الإنجيل أخذوا ابني من المدرسة. طب أنا كيف بعرف يعني كيف بدي أعرف إنه اللي ترجموه متجددين؟ ما هو المدرسة أعطوه لابني وابني تابع لمدرسة السليزيان. كمان السليزيان تابعين للمتجددين. ما هو نحن كمان يعني إذن الكنيسة عفوا نعم. إذن هذا خطأ إداري. شو هو الخطأ الإداري؟ خطأ الإداري حسب مع الاحترام للمدرسة هاي
زي ما بقولوا اللي ببلاش كتر منه. بما انه هاي طبعات توزع مجانا، ما فيش عندهم مدارس يخسروا عليها زي احدى بطرقياتنا 3 ملايين، يكون عندهم 3 ملايين دولار عجز سنوي، فيش عندهم مدارس. هذول بطبعوا هالكتب وبزتوهم بين الناس مجانا. في اذا لا نوصي بهاي الطبعات، ومش لازم هاي الطبعات توزع في مدارسنا لسببين. مش بس بسبب عدم الدقة هاي، هلا ممكن بدون مؤاخذة انه الخوري اللي وزع هاي ما اجنبي، يا دوب يفتش الحرف بالطلياني بالمعكروني، كل فكره انه ايش هذا، هو مكتوب عليه بايبل بيبليا الكتاب المقدس، وغير مطلع على ايش، على اللغة اليونانية. ولكن في سبب ثاني. شو هو السبب الثاني؟ انه هاي الطبعات فيش فيها ولا حرف تفسير، فيش فيها ولا مقدمة عن اي شيء. يعني مثلا انجيل متى، طيب مين متى؟ هاي الآية، على هذه الصخرة سأبني كنيستي، وين؟ شو معنى مين الصخرة؟ فيش ولا حرف تفسير. اذا كيف نعرف الطبعة الكاثوليكية او الارثوذكسية؟ في اول صفحات بيكون في توقيع او اسم بطريرك او اسقف او مطران او خوري يقول ليطبع هذا الكتاب لا مانع من طبعه، المطران الفلاني البطريرك الفلاني، يعني انه الكنيسة تتحمل مسؤولية هاي الطبعة، مع انه الكنيسة ايش لا تعترف رسميا بالترجمات. هلا عندنا الاباء الفرنسيسكان شو عملوا؟ بما انه كان في صعوبه كبيره انه نجيب كتب العهد الجديد من لبنان مطبعه اليسوعيين، الان الاباء الفرنسيسكان طبعوا ما لا يقل عن 5000 نسخه العهد الجديد، طلبوا اذن من اليسوعيين، بعثوا لهم بعرفش كيف يعني بتعاملوا من ناحيه الانترنت او الطباعه، وقدروا الفرنسيسكان يطبعوا عنا نفس الطبعه لا راحت ولا اجت. وهي اللي بننصح فيها في مدارسنا. ايوه ابو مايك اخر شيء، انه الوقت ادركنا. مكتوب هون وقد ترجم من اللغات الاصليه. منيح. في اسم مطران؟ لا لا ترجمة من اللغات الأصلية على الأصل، يعني يوناني الكتاب المقدس الأصل تبعه لغة واحدة يونانية. لا أنت العهد الجديد يوناني. نعم. بس الباقي عبري وآرام. في كمان، في كمان إشي زي ما بتقول فطوم حيصبيص بطير ضبنات الأعل. ليش ما فيش ولا تحريف؟ اكتبوا علي. ليش ما فيش ولا تحريف في ولا أي آية من العهد القديم؟ شو معنى يا أبو مايك وأبو جمال وأم طوني وأم إيدي وأم شربل؟ شو معنى؟ ليش ما بقربوا؟ تعليمكم كيف؟ التشكيك بعقيدتنا المسيحية. إذن الطخ من وين؟ الطخ من تل أبائير على القدس. بديش أقول الطخ من جيلو، لأنه مستعمر مستوطنة جيلو هي على أراضيكم أنتوا يا البجاجة. نعم. الطخ من جيلو على بيت جالة، مش من بيت جالة على جيلو. طبعا بعطي أنا تشبيه حالي صح ولا لا من الواقع اللي عشناه، خصوصا سنة 2002. وإذا ماذا نستنتج؟ خير الكلام ما قل ودل. شو رأيكم بهاي الترجمة؟ مش حرام انه هاي الترجمة اللي توزع بين ايدين الناس؟ مش حرام انه هاي اللي دارجة بين الناس؟ حتى في بعض الأديرة منلاقي هاي الترجمة. طيب بدها تكون هاي مسؤولية مين؟ مش الناس المؤمنين العادي. اذا حلو، منيح هايكم خبرتونا صح؟ واحنا بننقل المساله للمسؤولين وبنقول لهم انه فعلا في الزمانات كان في صعوبه نجيب كتب من لبنان. هلا الفرنسيسكان مشكورين، واي واحد منكم على فكره بده
طبعة العهد الجديد. خلينا هلا بالعهد الجديد، طالما الهجوم على وين؟ خلينا نركز على العهد الجديد. اي انسان من افضالكم بده طبعة العهد الجديد، حتى مش ضروري تروحوا على القدس ولا على العيزرية او راس العمود اللي بتقدروش توصلوها، في بيت سحور دير اللاتين قبل اسبوعين ويوم بدأ دشنوا مكتبة يسوع الملك. على فكرة بتلاقوا فيها كمان الطبعة اليسوعية الكبيرة هاي لكل العهدين القديم والجديد، طباعة من أجمل ما يكتب. أنو اللي كتب، أنو اللي حطوا اسم البطرك مش متذكر، أنو هذا مش متذكر ايش الافتتاح ولا ايه؟ لا ايش اسمه، مش طبعا حكيت لي كل بحر بكون بطرك دائما بكون مطران بولس بسيم. نعم ويعني بطركيت اللاتين عندنا كان من زمان البطرك براكو، من زمان البطرك براكو طبعوا ترجمة عربية معكم خبر انه من اقدم الترجمات العربية للكتاب المقدس وين موجودة؟ في الفاتيكان. من أقدم ترجمات الكتاب المقدس، وبطريركية الروم الأرثوذكس كان عندها سنة 1800 وإشي كمان طبعة كثير حلوة للكتاب المقدس بالعربي. تفضلي. أنت عطيتنا خطأ في الترجمة بالنسبة للكنيسة والتقليد، طب في خطأ في الترجمة بالنسبة للعقيدة تبعتنا واليهود؟ طبعاً أول هذا الغلط بمس العقيدة، في كمان غلط في متى 16-18. متى 16-18 انت صخر وعلى هذا الصخر سأبني كنيستي. طبعا في صعوبه في ترجمتها لانه باليوناني في كلمتين انت بيتروس وعلى هذه البيترا سأبني كنيستي، بس المسيح ما حكاش يوناني، شو حكى المسيح؟ ارامي استخدم نفس الكلمه انت كيفا وعلى هذه كيفا ابني لعيدتي، ها نفس الكلمة أنت صخر وعلى هذا الصخر. شو بنلاقي في مدر في ترجمة فان ديك؟ أنت بطرس وعلى هذه الصخرة سأبني كنيستي. شو بفهموا البشر؟ إنه أنت شيء والصخرة شيء آخر، مع إنه بالآرامي إيش نفس الكلمة، كأنك بتقول أنت أم جون ومن هالكتاب بدي اقرا. طب شو استفدنا؟ شو لها معنى هاي الجمله؟ اذا الصخره مش بطرس، ليش المسيح يقول له انت بطرس وعلى هذه الصخره اللي هي انا او على هاي الصخره اللي انا واقف عليها سابني كنيستي؟ شو لها معنى؟ انت منى وقدام هالكاميرا بدي اتصور. يعني ما الهاش اي معنى الجمله. شكراً لإصغائكم و